وفي ذات السياق اختتمت ورشة العمل التي نظمت من قبل السفارة السودانية بالتعاون مع وزارة التنمية الصناعية والتجارة، أنهت أعمالها حيث خرج المشاركون من الورشة ببيان سمي ببيان الجمعين المشترك لتطوير التبادل التجاري بين البلدين. نستمع إلى جمعين خلال الفترة 17 إلى 18 مايو 2017. شرف الورشة بالحضور كل من وزير الدولة بوزارة الصناعة بجمهورية السودان والأمين العام لوزارة التنمية الصناعية والتجارية بجمهورية تشاد وسفير جمهورية السودان بن جمينة والرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الصناعية وعدد من المسؤولين والفنيين بالبلد. ناقشت الورشة التحديات التي تواجه مسيرة العلاقات التجارية والتحويلات المالية بين السودان وتشاد. بعد البحث والنقاش خرجت الورشة بالتوصيات التالية: أكدت الورشة على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الاقتصاد والتجارة وتسهيل تجارة الترانزيت. أوصى المشاركون في الورشة بالإسراع في إكمال مشروعات البنية التحتية للربط بين البلدين، خاصة إنشاء خط لسكة حديد نيالة أبشي كمرحلة أولى وأبشي نجمينة كمرحلة ثانية، كذلك إكمال الربط بين عبر الطرق البرية المعبدة. أما الاجتماع على أهمية استئناف عمل اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بتفعيل التعاون التجاري وتجارة الترانزيت واستقلال ميناء بحر السودان من الجانب التشادي، والتي عقدت اجتماعها الأول بين جمينة في نوفمبر 2015.